السابع جن روح اسأل عني الألعاب يا حلبي من سابع جن روح اسأل عني الألعاب اسألها حالا بترد وبعيونها تنفر دمعا بتقلك كان يمشي هد الأرض وقام روعة بتقلك كان يمشي هد الأرض وقام روعة صار قلبك خطوة مليون ومية وسبعة أنا حلبي أنا حلبي من سابع جد روح اسأل عني القلعة. أحمد شكري فنان سوري محب للحياة للغناء حرفتي طبعا حرفة إحساس يقولون أن الغناء والفن حاسة أساسية للإنسان طبعا من سوريا من حلب وحلب غنية عن التعريف أم الدنيا في الأدب في الطرب في كل شيء طبعا الغناء والفن من الصغر الإنسان الله سبحانه وتعالى بيحط فيه الحاسة الجميلة الذواقة للغناء وللموسيقى وللشعر وللألحان الجميلة التي تعانق الحياة بما يواكبها من أحزان وآلام وسرور تعلمت طبعا ربي يكرم صبري دلال أديب الدايخ عبد القادر رديف عبد القادر حجار كثر يعني معي لكن الابنة الأولى كانت الفنان الجميل محمد خيري رحمة الله عليه كان من أصدقاء والدي ووالدي كان من السميعة الذي يحسب حساب لهم فكانت الابنة الأولى من تشجيع محمد خيري رحمة الله عليه إنه كل فنان كنت أخذ منه روس أقلام عن ما هو يحب ويعشق يعني مثلا دي بداية كان يحب القصائد أنا أخذت القصائد صبري كان دلال رحمة الله عليه كمان يحب كان الألوان الدينية كمان أخذت منه عبد القادر حجار كان يحب التوشيح إلى آخره محمد خيري أخذت منه كتير بحكم إنه نحن كنا قريبين من بيته والدي من السميعة له صاحبه ورفيقه يعني هو طبعا حط اللبنة الأولى في حياتي الفنية إنه بمسيرتي الفنية يكون أحمد الصوت جميل ولازم يقول لازم يغني ويعبر عن ما يجيش في خاطره من إحساس فني طبعا الغناء أخذ حيز كبير في حياتي حبيته حبيت أكون مطرب يعانق إحساس الناس يتكلم على اللسان حال الناس في أفراحهم وأتراحهم زعزع ركان النار
واشتاق لك يا داعي الى الله، داعي الى الله يجمع شملنا بنهار، داعي الى الله يجمع شملنا بنهار. يا طبعا هي مدينتي حلب، سوريا كلها بلدي. الفنان دوره ما بيختصر بس بالغناء الحفلات ويكون منزوي ويكون ما له علاقة بالواقع المعاش اللي صار على بلدنا. طبعا أنا غنيت للشعب، غنيت لبلدي، غنيت لسوريا، غنيت لحلب، غنيت للناس المكلومة المظلومة اللي عم تقتل بلا ذنب ولا أي سبب. العالم كله شافت البراميل عم تنزل على الشعب السوري، عم بيموتوا أطفال، تهدم بنى تحتية، الحياة أسقطت من عيون المجتمع، الخراب، الأذى لحق الشعب كتير. أنا دوري كفنان إيش أساوي؟ إيش لازم أكون أنا؟ بس أكون أنا بمرحلة من المراحل كان هن في الغناء والطرب والمبسوطين مثلا، أنا أكون معهم أو أجاريهم أو أحكي معهم أو أغني لهم؟ طيب ما هلا البلد صارت محنة وابتلاء عظيم. وقفت مع الشعب أكيد بكل مصداقية وكل شفافية وكل إنسانية وبفطرة سليمة ما حدا دفعني عليها. أنا قاعد في بلدي، قاعد في منطقتي، قاعد في مكاني، في بيتي. هدمت البيوت، قتلت الناس، الفنان دوره إيش؟ أكيد يوقف مع المظلوم ضد الظالم، أكيد بده يوقف مع الشعب، أكيد بده يغني ويعبر على لسان حالهم. إيش عم بيصير على بلدي؟ إيش عم بيصير على أهلي؟ على وطني؟ فكتير أنا ساهمت حتى في الغناء، يعني سبحان الله تحولت من غناء العاطفة والغزل والإحساس والمشاعر والتوشيح وإلى آخره، غنيت للثورة، ثورة بلد، ثورة وطن، ثورة شعب. غنيت الله على الظالم من أغانيني اللي كانت بالثورة، وبدون أي استعداد يعني أو أي إعداد أو أي تحضير، أو سبحان الله كأنه لسان حال الواقع انقال بأغنية صادقة للناس. الله على الظالم، الله مهما طغيت ومهما بغيت رح ينتقم منك. الله الله طبعا على الظالم في كل الأحوال. غنيت لبلدي حلب، غنيت لسوريا، غنيت لمحافظات سورية في عراضة جمعت كل أطياف المجتمع بين طوائفه وبين ملله ونحله وأديانه وإلى آخره. وأنا بطبيعتي محب للإنسانية، للسلام، للخير. غنيت للأطفال، غنيت للغربة، غنيت لكل نواحي الحياة اللي عشنا فيها في هذا الكرب العظيم اللي عاشته سوريا. طبعا الحرب مهولة وكمية الإجرام قوية كتير، والضنك العيش في حلب والخراب والعذابات اليومية اللي عم يعيشها الإنسان السوري، يعني منهم بقي ومنهم رحل على الدنيا ومنهم تغرب ومنهم راح لغير بلاد. لكن كفنان أكيد المعاناة أقوى، لأنه سبحان الله نحن منحس في مشاعر الناس في عذاباتهم أكثر. أنا ضليت لقبل خروج الناس من حلب وتعذبت كتير. العيشة كانت يعني أسوأ من المستحيل وأصعب من المستحيل وأكبر من المستحيل. كتير عذاب فيها، كتير ألم، كتير معاناة. جيت على تركيا. هلأ الأمل يحدو كل إنسان بيحاول بشتى الوسائل يعمل شيء في واقعه المر. قلت بروح على تركيا لأنه جواز سفر إشارة إكس علي ما بصير يطلع لي جواز. المهم جيت على تركيا. تركيا بلد شقيق بتعرف بحكم القدم، في علاقات كتير مصاهرة بين المجتمع السوري والتركي مسلمين، وكان تابع بالعهد العثماني حلب ل يعني حلب ولاية كانت مستقلة بالنسبة لقديمة. فبتركيا في ناس ودودين، في ناس محترمين، في ناس بيعرفوا الألم اللي عم بيحيق فينا والعذابات اللي عم نعيشها.
يعني مجتمع مشكل ملون، في ناس بتحب وفي ناس بتكره وفي ناس سبحان الله، لكن الأغلبية محترمين يعني. فحاولت أغني عندهم كمان. طبعا اللغة كتير صعبة بينات بعضها، انت بين عربي بلد عربي بلد عربي، يمكن كانك تخلص حالك يعني، بما انه في احيانا بلاد بتحكي باللغة العربية الفصحى بامكانك، لكن لغة ما هي لغتك صعب يعني. نحن بحالة ما كنا نعرف غير أمان وهالشغلات البسيطة، لكن هون العيشة صعبة والأجور كمان بتأثر علينا كل شيء يعني. صار تغيير جذري في حياتي كفنان، بس حاولت أقاوم وأكون يعني مع الحياة. أنا بدي أعيش، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تنزاح هالغمامة السوداء عن بلدنا وعن شعبنا، ترجع سوريا عمار، وبإذن رب العالمين أرجع أغني لسوريا بلدي، لحلب بلدي، لأهلي ولشعبي.